معكم أيمن بن عمر اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي. في البداية شكر خاص لقناة الأهلي على هذه الاستضافة للحديث على مباراة الذهاب للدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الأفريقية التي ستجمع بين الأهلي المصري وشيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي التونسي. الفريقان استحقا الترشح للنهائي عن جدارة بعد إزاحة الفريق الأول لوفاق ستيف والفريق الثاني لبريميري دي أغوستو. المباراة ستكون صعبة على الفريقين لتقارب الأداء بينهما. الترجي مطالب بالحضور الذهني وأخذ الحذر من الأهلي والعودة إلى تونس بنتيجة إيجابية وعدم قبول الأهداف. في المقابل الأهلي المصري عليه أن يصنع اللعب وعليه التسجيل نظرا لصعوبة مباراة الإياب التي ستكون أمام جماهير غفيرة وجماهير كانت لها دور في ترشح الترجي الرياضي للدور النهائي. مباراة ستكون ذات نسق عالي بدنيا وقوية تكتيكيا. الفريق الذي سيكون جاهزا ذهنيا كاملا لأداء المباراة سوف ينتصر وسوف يمتلك نسبة كبيرة في امتلاك الكرة. مثل هذه المباريات النهائية بين زوج فرق كبيرة تلعب على جزئيات بسيطة وجزئيات صغيرة مثل كرة ثابتة مثل أخطاء فردية. وفي النهاية أتمنى الفوز لفريقي الترجي التونسي ونتمنى أن نشاهد مباراة ممتازة تجمع بين فريقين عريقين فريق نادي القرن الأهلي المصري وفريق الترجي التونسي. وشكرا لكم.